والبذل للجهد مع الحفاظ على الزمان مسلك الحفاظ. طيب، نقول أول مسألة في ضبط الفقه أن تكون على قناعة به، فإذا كنت تدخل على علم الفقه وأنت على غير قناعة وتقول هذا أقوال الرجال ومبنية على خلاف الدليل فلن تضبط الفقه لأنك ما أنت مقتنع به أصلا. المسألة الثانية لضبط الفقه هو حفظ متن فقهي، وهذا أمر أساسي. ما هو المتن؟ هذا ليس أمرا أساسيا، هذا أمر نستطيع أن نسميه أمرا هامشي أو أمر تكميلي وتحسيني. ما هو المتن؟ هذا أمر تكميلي، لكن حفظ المتن هذا ضروري، عندنا ضروري وحاجي وتكميلي. تحديد المتن هل هو زاد المستقنع ولا أخسر مخصرات ولا دليل الطالب تكميلي، لكن وجود متن تحفظه لتحصيل الفقه هذا أمر أساسي. فإن أردت متنا صغيرا فعندك النظم الجلي للفظفري، وإن أردت متنا متوسطا فعندك أخسر مختصرات، وإن أردت فوق الوسط فعندك زاد المستقنع ودليل الطالب. الأمر الثالث فيما يتعلق بالطرق ضبط الفقه المذاكرة مع الأقران. لابد أن تجعل الفقه حاضر في حياتك في كل لحظة. صليت الصلاة، أشكل عليك شيء، ترجع وتراجع المسألة، تناقش أقرانك، تجعل لك مجلس مع زميل من زملائك الجادين، ويشترط في ذلك أول شيء الاستمرار والمواظبة. تحدد مجلس معه، تقول والله كل يوم بعد صلاة المغرب إلى العشاء أنا وياك نجتمع. طيب كيف تجتمع معه؟ مذاكرة الأقران ما معناها؟ معناها نجيب الكتاب ونقرأ؟ لا، تجيب الكتاب في المجلس مغلق ما هو مفتوح، وعندك ورقة مكتوب فيها رؤوس الأقلام أو أسئلة شاملة للدرس. يلا السؤال الأول يا فلان، ما هي أقسام المياه؟ قال لك كذا. طيب ما الدليل؟ يقول لك كذا. فتسأله ويسألك، إذا غلط صححك، وإذا أخطأت صححت له، وإذا أشكل شيء فتحتم الكتاب فقط لتحصيل المسألة التي غابت عنك. بهذه الطريقة تنتهي من المتن مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. لا تقول لي والله درست المتن انتهيت منه مرة واحدة. ما هو أفضل المتن بعد ذلك؟ أفضل المتن بعد ذلك أن تعيد المتن الأول مرة ثانية. يعني يقول لي ما هو أفضل كتاب؟ إذا أنا درست أخسر مختصرات أنتقل إلى ماذا؟ أقول أنت إذا انتهيت من أخسر مختصرات فانتقل إلى كتاب الطهارة من أخسر مختصرات مرة ثانية للضبط والإتقان والمراجعة، وتختبر نفسك وتحط اختبار تحريري ومناقشة ومذاكرة حتى تتقن الكتاب ويصير الكتاب سجيلا. وأيضا مما يساعد على ضبط الفقه الاختبارات، كما ذكرت لك تضع اختبارات لزميلك ويضع لك اختبار، وهذا يكون اختبارات مثلا جزئية في أبواب الطهارة أو في أبواب العبادات كلها أو في الكتاب كاملا بعد الانتهاء منهم. والأمر الأخير هو التطبيق والتمرين. التطبيق والتمرين، التطبيق أولا يتمثل في العمل الذي درسته تعمل به وتطبقه، تمام. الأمر الثاني في الفتوى، التدريب في الفتوى، بمعنى ذلك أن تأخذ فتاوى أهل العلم، تأخذ السؤال وتجاوب عليه ثم ترجع تنظر ماذا أجابه، فهل وافق جوابك جوابهم ولا لا، حتى تمرن نفسك على تطبيق المسائل الفقهية. ثم بعد ذلك التدريس، التدريس مما يساعد على ضبط الفقه، لكن التدريس بعد الإتقان والضبط للتثبيت والاستزادة. أما واحد ما ضبط ولا أتقن يدرس فاقد الشيء لا يعطي.